أحبابي، والله إن بلوغ العشر الأواخر من رمضان والله إنه لنعمة. واسألوا مقبرة النسيم وسكانها لو أجابونا ماذا يقولون. والله إن أن ينسئ الله في أعمارنا فنبلغ موسم من أعظم مواسم الدنيا على الإطلاق، عشر أيام وعشر ليالٍ، لياليها أفضل ليالي العام كله، ينسأ الله في أثرك ويمد في عمرك. وقد خلطنا في العشرين الأول، ووالله لا نقبل أن يكون العشرين الأولى آخر حياتنا. كلنا يبغى التوبة، وكلنا يريد أن يستعتب، ونتمنى أن لو ختمنا في كل ليلتين ختمة، وبعضنا يتمنى أن لو تصدق في كل يوم صدقة. أقول كفكف دمعك وأوقف اللوم عن نفسك، والسؤال الآن العشر القادمات، والله ما غابت شمس يوم على أفضل منها، فماذا أنت صانع وماذا أنت فاعل؟ هي عشر جعل الله فيها درة الليالي وتاج الليالي وشامة الليالي على ليالي الدهر كله. ليلة هي خير من ألف شهر، أودعها الله في العشر ليبتلينا ويختبرنا، لينظر أينا أحسن عملا، لا أكثر عملا، أحسن عملا. ولذلك العشر القادمات خير الورى وخير البريات، عليه الصلاة والسلام ما كان يقضيها في بيته. العشرين الأول كان ينام ويصلي، كان عليه الصلاة والسلام يخلط بين النوم واليقظة. أما في العشر الأواخر فكان يطلق الدنيا خلف ظهره، وهو أكثر منا أعمال، قائد الأمة بأبيه وأمي، يترك الدنيا خلف ظهره، يتخفف من أعمالها، يترك نساءه، ليست زوجة واحدة ولا زوجتين ولا بيت ولا بيتين، ترك 11 بيتا، وترك خلفه نساءه، وترك خلفه ما خلفه، واعتكف وضرب القبة في المسجد يناجي رب العالمين ويخلو بالمناجاة مع ربه. هكذا يكون استقبال العشر. بعضنا يستقبل العشر لأنها استلم الراتب اليوم، ونزل الراتب في الصراف، تلقاه في سوق حجاب وفي سوق الغرب والشرق يجمع لباس العيد. يا مسكين، ليس السعيد في العيد من لبس الجديد، وإن كنت لم تشتري بعد فاشتري غدا في النهار، وانتهي لا تغرب شمس الغد، لا تغرب شمس الغد إلا وقد فرغت وأنهيت أمور عيدك وملابسه. وما غروب غروب شمس الغد يوم الجمعة إلا إيذان أن الكون ينتظر أفضل أيام أفضل ليالي العام كله. أما أفضل أيام الدنيا فهي عشر ذي الحجة، أما أفضل ليالي العام فهي العشر الأواخر من رمضان. يا معاشر الأخيار، لن يستطيع أحد أن يستقبل ليلة القدر 83 سنة صيام وقيام وطاعات يعطيكها الله بقيام 12 ساعة. أي كرم من هذا؟ تدري المحروم من هو؟ المحروم اللي بتمر عليه ليلة القدر وهو يصك الفناجيل ويصلح الدلال ويسولف أمام القنوات، أو يدور ويجوب مع أهله في الأسواق، ظالم لنفسه، عدو لنفسه، ضيع عمره. والله إن العشرة هذه لا تعود، والله لا تعود إلا على الأحياء. هل أنا وأنت منهم في العام القادم أم لا؟ الله أعلم. لذلك اختم بخير، اختم بخير، فإن الله يغفر كل ذنب. والله لو ضيعت العشرين الأولى، كل العشرين ضيعتها بالنوم وضياع ورؤية مسلسلات ومتابعة مباريات وما قرأت قرآن وما سبحت، أبشرك الأمور طيبة، الله بلغك عشر هي خير العشر، وهي أفضل العشرين الأولى. القادم من رمضان أفضل من الماضي، القادم من رمضان في العشر الأواخر أفضل من العشرين قبلها، فلا تعادي نفسك، لا تظلم نفسك. ولذلك أفضل ما يكون العبد في العشر الأواخر واقعا أن يتخلى عن الخلق. أشغلونا الدنيا يا أخوان، أشغلونا النساء والأطفال والجيران والناس والرايح والجاي والواتساب وتويتر وفيسبوك و www. والدخول في المواقع، يا أخي ما آن لنا أن نتوقف عن هذا الهراء.
أما نتوقف لنناجي الملك الديان؟ ألا نتوقف في بيته ونترك الدنيا خلف ظهورنا وننيخ مطايانا بباب ربنا؟ ربي اللي نوخ ببابه والله ما يطرده. يا أخي والله لو تنوخ عند رجال وهو ردي ويشوفك منوخ لك ليلتين أن يستحي منك، والله أن يفتح الباب ويعطيك طلبتك ولو أنها ما تكون. هذا بشر، فكيف ربهم؟ ولذلك قال العلماء إن الاعتكاف سنة ثابتة مؤكدة أعظم سنية، أعظم من عمرة رمضان. وبعضنا يقول باخذ عمرة في رمضان، بيض الله وجهك، بس تدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان؟ أتدري أن العمرة في رمضان لها مزية؟ لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اعتمر ولا عمرة في رمضان، ومع ذلك بعضنا يحرص على العمرة ويذهب إليها. طيب اعتكف، الله يحفظك، لو يوم. ولذلك قال العلماء إن الاعتكاف أقله ليل أو نهار، وبعض أهل العلم قال ساعة، والراجح ليل أو نهار. يعني يصح أن تعتكف من غروب الشمس، تفطر في المسجد إلى طلوع الشمس، إلى أذان الفجر. هذا صعب يا أخوان، جيب طعامك وجيب شرابك وجيب القهوة وجيب المهيلة وجيب العويدي وجيب الفطائر وجيب العصير وجيب اللي تبي، وقعد في الركن هناك، لا تخالط أحد، وطف الجوال الله يرحم والديك حتى تخلو بالله، ثم اجلس، سبح، اقرأ، ادعو، ابك، سو اللي تبي، اركع ركعتين ناجي الله. لا تلتفت للباب إذا غربت الشمس، إذا طلعت الشمس، إن بغيت تواصل فحسن، وإلا فإنك كنت معتكفا ليلة كاملة. وأبشرك أن القدر ليلة القدر من غروب الشمس إلى طلوعها هي حتى مطلع الفجر. ولذلك المحروم والله، طيب ما تقدر في العشر الأواخر؟ طيب الخمس الأوتار، ليلة القابلة، ليلة الحادي والعشرين، أو الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، السابع والعشرين، التاسع والعشرين، على الأقل إذا لم تكن في العشر كلها. هذه الليالي أخلو بالله، أترك الدنيا، كفاك خلطة للبشر، ناجي ربي. يقول العلماء إن المعتكف في العشر، تدرون ماذا يقول؟ يقول يا ربي نوخت عند بابك وأنا رابط رجلي في بيتك، والله يا ربي لا أخرج حتى تعتقني من النار. الله أكبر، والله ما يربي ما يرد أحد، والله ما يرد، والله يا أخوان عشرة أيام. أسألك بالله لو يتصل عليك واحد من تجار الرياض يقول تعال أبرك عند بابي عشرة أيام وأبشر بفلة في النسيم، تقعد عشرة أيام؟ والله أنت توقف على رجل مو برجلين، وتحب خشمه وليده وراسه وسم طال عمرك حتى يعطيك. الله ما يعطيك فقط، الله أعطاك الحياة، أن تقدر تتنفس لو لم يعطيك الله الهواء، أن تستطيع أن تقول لا إله إلا الله لو لم يكن يعطيك ربي هذا التوحيد. خلقك للفطرة وعلى الفطرة، وهيأ الجنة لك، بل الله يريد أن يدخلك الجنة ويتوب عليك. طيب إذا فتح باب التوبة ليه ما تدخل؟ إذا فتح باب الجنة لماذا لا تدخل؟ يا أخي كم عمرك؟ كم عمري؟ أنا عمري فوق الأربعين. يعني يا أخوان اللي يجلس ليلة القدر عمله الذي يرفع إلى الله إن قبله 83 سنة و6 أشهر. الله أكبر، ليلة يكون عبادتها كعبادة من يصلي ويصوم 83 عام من الغبي الذي أخرق نفسه وأحرق نفسه وعادى نفسه. أنا إذا ما كنت مع القائمين في تلك الليلة، لا تقول بروح للبيت وبنصلي القيام ونرجع. اسمع، تبي ليلة القدر ما فيه تفريط، إذن اجلس هنا وانعكف واعتكف واترك عنك الدنيا وانقطع عنها. أحبابي لو جانا اتصال تاجر من تجار الرياض بيعطي كل واحد يلقاه في العشر الأواخر 1,000,000 ريال، بس بشرط يلقاه واقف على عتبة الباب وبيمر علينا في الحارات، واللي بيلقاه واقف بيعطيه 1,000,000. تدخل داخل بيتك؟ والله ما تدخل. وش بتقول لي؟ بتقول لي يا شيخ متى بيمر؟ ما أدري، لكنه والله أنه بيمر، والعشرة أيام دي فيه مرور له، متى لا أدري، ليل نهار لا أدري، لكن ترى من وجده واقف أعطاه. نوقف ولا لا؟ والله نقوم بزراننا الصغار، أطفالنا اللي يحبون نوقفهم عند الباب. وأنا أبوك، طيب تعبان يا أبوي، يا أبوي التعب مخلوف، اسهر الأيام ذي، والنوم ملحوق عليه في شوال. نقول ذلك ولا لا؟
هذه ليلة القدر يا أخي اعتكف فيها وملحوق على الدنيا، يا أخي توقف عن غث الدنيا، يا أخي خالطناها حتى أمرضتنا، جمعناها وتفلتت، تاجرنا وخسرنا ولا لا، ورحنا في الأسهم وراحت، الله يرحمنا وإياكم، والراتب ما فيه بركة، والعالم كل ما طقيناها عدلة معهم انقلبت عوجة. يا أخي اجعلها مع ربي، والله ما تعوج، والله ما تنقلب عوجة، أنت تعدل وتسير، عد إلى الله، رتب خطواتك إلى الله. أحبابي لا تجرب، ربي كريم، الله عظيم، له في كل ليلة عتقاء من النار، راحت العشرين ليلة، راحت كأنها شربت ماء ولا لا. أحبابي ما تلاحظون إن أسرع رمضان في التاريخ هذا الرمضان؟ والله ما مر على المسلمين رمضان أسرع منه. تدرون ليه؟ لأن العد التنازلي لرحيل الدنيا بدأ، ولأن السنة الجاية بيكون أسرع. لكن أنا طالبك لا تفكر ليه أسرع رمضان وليه بسرعة تنتهي لياليه، أودع الليالي طاعة. اللي منا قد ختم القرآن الآن 10 مرات، في الشاب في النسيم ختم الزابلة قبل غروب الشمس، ستكون الختمة 10، كل ليلتين يختم. هذا في أفضل مني ومنك، هذا ما عليه من الليل والنهار يسرع ولا ما يسرع، لأنه مع القرآن ومع وفي بيوت الله. دعوة أحبابي أن نستغل ما بقي، واعلم والله وتالله إن أسعد صائم بالعيد أهل الاعتكاف في العشر الأواخر. لترى ما هو بأسعدنا اللي ثوبه جديد، ولا اللي لابس له بشت، ولا اللي مطيب مطيب جميل، لا وربي أسعد من في العيد يأخذون جوائزهم وهم أهل الاعتكاف، وجوههم نور، أفئدتهم نور، دموعهم فيها، عيونهم فيها دمع. أما العين الأولى، العين الأولى تدمع فرحا بنعمة العيد أن بلغناه، والدمعة الثانية شوقا على رحيل رمضان وحبا فيه. لذلك يا من يريد عام من أجمل أعوام عمرك، أقسم بالله أن 10 الأيام القادمة أجمل ليالي العمر، لكن ما هي بتقضيها على السواحل ولا عند الريموتات ولا مع زوجة رحوم حبيب وجميلة تحبك، لا وربي أن تخلو في هذه 10 بالله. كان عليه الصلاة والسلام في غار حراء 1 شهر قبل أن يبعث، كان يتحنث في الغار يترك الخلق. ما أجمل أن تنفرد بربك وتناجيه. أحبابي ترى بعضنا خائف من نفسه، ليه ما نقعد مع أنفسنا نصارحها؟ ترى بعضنا حتى مصارحة نفسه ما يقدر. أنت عندك عيوب الله يزينها، ها، وعندنا أخطاء وعندي ذنوب الله اللي سترني بها، لماذا ما نخلو بالله ونقول يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا، يا ربي أتينا إليك، يا ربي عجلت إليك لترضى، يا ربي اختم بالسعادة أجلي واختم رمضان بعفوك. تصور الله يعطي الجنة في كل ليلة له عتقاء، يترك اللي معتكفين ويعطيها اللي في الشارع واللي قاعدين عند القنوات ولا في الأسواق، يترك اللي وقفوا عنده وتركوا الأعمال وسكروا الجوالات. الله كريم حيي إذا رفع عبده إليه يديه، يستحيي جل وعلا أن يردها أو يردهما له صفرا. أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يعتكف بقلبه وببدنه وينقطع عن مشاغل الدنيا ليخلو بربه، يناجي ربه في ليال هي أعظم ليالي العام، هذه الليالي العظيمة التي هي حجة علينا. بلغناها والموتى ما بلغوها، بلغناها والمرضى في المصحات ما بلغوها. احمدوا الله على بلوغها، وانقطعوا عن الخلق وكونوا مع الخالق، وأبشروا يا أخوان، أبشروا أبشروا، فوالله أن ربي عنده جنة عرضها السماوات والأرض. الله عفو، وذنوبك مهما بلغت، أقسم بالله مهما بلغت، لو أنها جبال السروات وجبال طويق، والله لو تدمع عينك في خلوة مع الله ليجعل ذنوبك كلها حسنات، ما يعفوها فقط، بل ذنوبك اللي كانت تخيفك يجعلها هي بوابة الجنة لك. فانكسروا بين يديه وناجوا ربكم، وتخففوا من الدنيا، وصوموا العيون، وصوموا الألسنة، وصوموا القلوب،
حتى يبقى القلب مطمئنا هادئا للمناجات. حرمكم الله عن النار وآباءكم وأعاد وأمهاتكم وأعاد عليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. يا رب اختم لنا رمضان برضوانك والفوز بجنانك والنجاة من نيرانك. ومن لم يدرك رمضان يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنان ويمن كتابه. يا رب من كان مريضا ما استطاع القيام ولا الصيام ولن يستطيع الاعتكاف، اللهم أعطه أفضل ما تعطي السائلين، وأرنا في المرضى يا رب عجائب لطفك ورحمتك، وارفعهم يا رب بعافية وأغنهم بها عن خلقك، وأصلح نياتنا وذرياتنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.